حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. في حياة الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه توجد مجموعة من الاستفهامات الحائرة، لماذا قام الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه بعقد الهدنة مع معاوية مع أنه كان يمتلك 100,000 مقاتل كما جاء في بعض الروايات؟ لماذا تزوج الإمام المجتبى بجعدة مع أنه كان يعلم طينة هذه المرأة ويعلم جيدا المحيط العائلي الذي نشأت فيه؟ والد جعدة كان من الخوارج الأشعر، وجعدة تمت الإمام المجتبى صلوات الله عليه، وأخوها كان من المشاركين في قتل سيد الشهداء صلوات الله عليه. لماذا تزوج الإمام المجتبى بجعدة؟ لماذا جعل الإمام المجتبى الحكم الكندي والياً على جيش وجهه إلى الشام، مع أن هذا الرجل كان ضعيف الشخصية، أغراه معاوية واشتراه بمال فالتحق بمعاوية؟ هذه التساؤلات وأمثالها لا تختص بحياة الإمام المجتبى صلوات الله عليه، وإنما تعم الظاهرة الدينية كلها. الظاهرة الدينية من بدايتها إلى نهايتها محاطة بمجموعة ضخمة من الأسئلة والاستفهامات. هذه الأسئلة تبدأ من كتاب الطهارة مروراً بكتاب النكاح والعلاقات العائلية وانتهاءً إلى كتاب الديار. لماذا جعل الحكم الفلاني على الكيفية الكذائية؟ ولماذا شرع الله سبحانه وتعالى العبادة الكذائية على النحو الفلاني؟ ولماذا جعلت دية المرأة على النصف من دية الرجل؟
وإلى آخر هذه الأسئلة التي تبدأ ولا تنتهي. في الإجابة على هذه الأسئلة يجب أن نطرح سؤالاً واحداً، وهذا السؤال: ما هي العلاقة بين العقل وبين الدين؟ هل يمكن للعقل البشري أن يكتنف أسرار التشريع الإلهي؟ هل يمكن لهذه العقول التي نمتلكها أن تحيط بالحكم الإلهية؟ في الإجابة على ذلك لابد أن نعترف بحقيقة، وهذه الحقيقة أن عقولنا مزودة بطاقات غير متناهية. العقل البشري يمتلك طاقات وقدرات لا تحد، وعلى تعبير العلماء طاقات لا تنتهي على نحو اللانهائية اللايقفية. هنالك أشياء لها مدى محدود، المادة لها مدى معين، الأبعاد التي نلحظها في هذا الكون لها مدى معين، هذا الكون ينتهي عند نقطة معينة، ولكن العقل البشري قدراته لا تنتهي. إذا أردنا أن نمثل مثالاً تقريبياً للفكرة، يمكن أن نمثل بمراتب الأعداد. العدد هل يتناهى عند حد معين؟ الجواب على ذلك لا. أنتم لو رسمتم واحداً ووضعتم أمامه أصفار من هنا إلى كرة المريخ، هل ينتهي العدد عند هذا الحد؟ طبعاً لا، العدد لا يتناهى، كلما تقدم لا تقف عند حد معين. العقل البشري طاقاته إمكاناته لا تتناهى. مع اعترافنا بهذه الحقيقة، لكن يجب أن نعترف بحقيقة أخرى، وهذه الحقيقة مهمة جدا في الإيمان، في التدين. هذه الحقيقة هي قصور العقل البشري. العقل البشري مهما كانت قدراته، لكنه قاصر عن اكتناه كل شيء وعن فهم كل شيء. لماذا هذا القصور؟ الجواب على ذلك: هذا القصور ينبع من جهتين. هذه الحقيقة لا نقولها نحن فقط كمتدينين، وإنما كبار العلماء أشاروا إلى هذه الحقيقة. رجل من كبار علماء الغرب، الدكتور كاريل معروف، ألف كتاباً حول هذه الحقيقة، وأسمى هذا الكتاب الإنسان ذلك المجهول. يقول: نحن لم نكتشف حقيقة الإنسان،
ولم نعرف حقيقة الإنسان. عالم آخر يقول: كلما ازددت علما ازددت جهلا. الرجل الذي عرف بعض المعلومات يتصور أنه فهم كل شيء، ولكن كلما ازداد علما، كلما اتسعت آفاقه، يعرف بأن هنالك آفاق أكبر، وأن هنالك مدى أرحب لا يعرفه. ولذلك يقولون: العالم مثل الشجرة، شجرة التفاح، البرتقال، كلما زادت ثمرتها زاد تواضعها وانحناؤها إلى الأرض. أولا، هنالك بعد غير مرئي، هذا البعد بعد الروح. هذا البدن يمكن أن تأخذه إلى المختبر وتعرضه للتحاليل المختبرية، ولكن ما هي الروح؟ جاء جماعة من اليهود إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسألوه عن الروح، فجاء الجواب: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما هي هذه الروح؟ أين توجد هذه الروح؟ هل الروح توجد في داخل البدن أو توجد في خارج البدن ولكنها ترتبط ارتباطا معينا بالبدن؟ مثل هذا المذياع الذي يوجد المذيع في مكان آخر ولكنه يحمل نحو من الارتباط بهذا المذياع. ما هي الروح؟ من ماذا تتكون الروح؟ أين توجد الروح؟ ما هو معنى الغضب؟ ما هو معنى الرضا؟ كل هذه الأشياء مجهولة لدينا، مو مجهولة لدينا فقط، لدى كبار العلماء يقولون: لم نعرف حقيقة الروح. إذا نحن لم نعرف حقيقة معينة، هل يمكننا أن نفهم أبعاد تلك الحقيقة؟ هل يمكن أن نشرع قانوناً يصلح هذه الحقيقة؟ أو يجب أن نتبع من يعرف هذه الحقيقة، من خلق هذه الحقيقة، من يعرف معادلات هذه الحقيقة؟ طبعاً الثاني هو الصحيح. نحن إذا لم نعرف معادلات البدن وأصيب الواحد منا بمرض، هل يمكنه أن يعالج مرضه؟ أو يجب أن يرجع إلى المتخصص في ذلك المرض؟ إذا ذهبتم إلى الطبيب وأعطاكم نسخة معينة تحتوي على أقراص وحبوب وإبر، فهل تناقشون الطبيب في هذه النسخة التي كتبها؟ طبعاً. في الرواية المروية عن المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم: أنتم كالمرضى ورب العالمين كالطبيب، وكما أن صلاح المريض فيما يصفه الطبيب، كذلك صلاحكم فيما يصفه رب العالمين. نحن يجب أن نبني على التسليم المطلق في كل صغيرة وكبيرة. محاولة الفهم جيدة، محاولة الفهم ضرورية، ولكننا إذا لم نفهم ظاهرة معينة، إذا لم نفهم موقفا معينا، يجب أن لا ننكر ذلك الموقف وتلك الظاهرة.
سليمان بن صرد الخزاعي دخل على الإمام المجتبى صلوات الله عليه وقال له: السلام عليك يا مذل المؤمنين. بعد توقيع معاهدة الصلح لم يفهم هذا الموقف فاستنكر هذا الموقف. مالك بن ضمرة دخل على الإمام صلوات الله عليه وعنف له في القول، أخذ يخاطبه بكلام خشن. الإمام صلوات الله عليه قال له في ضمن كلام له: إنني خشيت أن يجتث المسلمون من فوق الأرض إذا لم أوقع معاهدة الصلح، فأردت أن يبقى للدين ناع. هنالك شخص يستمر في هذا الخط ويبقى في هذا الخط. عندما لا نفهم موقفا معينا، لا نفهم ظاهرة معينة، لا يجوز لنا أن ننكر تلك الظاهرة. فلا وربك لا يؤمنون. الإيمان الحقيقي لا يكون إلا بالتحكيم إلى النبي صلى الله عليه وآله، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. التسليم المطلق، الإذعان المطلق. هنالك جماعة في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانوا يقفون أمام رسول الله. النبي صلى الله عليه وآله ذهب إلى غزوة معينة، في هذه الغزوة أمرهم بالإفطار في الصوم. أيام الصيام كانت، المسلمون كانوا صائمين، فأمرهم رسول الله أن يفطروا في هذه السفرة. جماعة من المسلمين قالوا: لا نفطر، نحن إذا صمنا لا نفطر. النبي تحدث معهم، حاول إقناعهم فلم يقبل. هذا الموقف يحتوي على تناقض في داخله. أنت إذا تعتقد بأن هذا رسول الله وتعتقد بأنه لا ينطق عن الهوى، فلماذا لا تقبل حكمه بالإفطار؟ وإذا كنت تقبل بأنه رسول الله، فلماذا لا تفطر؟ وإذا لا تقبل بأنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلماذا صمت؟ إما أن تصوم ثم تفطر، وإما أن لا تصوم. في مرة أخرى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموقف قال: أولئك العصاة، أولئك العصاة، أولئك العصاة، ثلاث مرات. في مرة أخرى في متعة الحج قام أحد الصحابة أمام رسول الله صلى الله عليه وآله وقال كلمة حادة أمام النبي صلى الله عليه وآله. النبي قال له: إنك لن تؤمن بهذا أبدا. هذا يسمى اجتهاد في مقابل النص. على كل حال، في مواقف المعصومين صلوات الله عليهم وفي كل تشريع إلهي يجب أن تكون لنا حالة التسليم، يجب أن تكون لنا حالة الخضوع المطلق. إذا فهمنا العلة فبها ونعمة، وإذا لم نفهم فيجب علينا التسليم. ولذلك عندما اعترض على الإمام المجتبى صلوات الله عليه في قضية الهدنة، الإمام قال صلوات الله وسلامه عليه: ألا تعلمون أني إمام مفترض الطاعة؟ إذا لا تقبل أنه إمام فيجب أن نبحث في قضية الإمامة، يجب أن نبحث في جذور القضية. ولكن إذا آمنا بأنه إمام مفترض الطاعة فلا مجال للاعتراض إطلاقا.
ثم استشهد الإمام صلوات الله عليه بقضية موسى والخضر. موسى عندما صاحب الخضر في رحلته المعروفة قام الخضر بأعمال غريبة لم يتحملها موسى. موسى كان يمشي وإذا به يرى غلاما يلعب، فيأتي الخضر ويقتل ذلك الغلام بدون جرم ظاهر. موسى خاطبه: لماذا قتلت هذا الغلام؟ ما هو ذنب هذا الغلام؟ في المرة الأولى ركبا سفينة في عرض البحر، وإذا بالخضر يأتي ويخرق تلك السفينة. قال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ عمل لا يبدو عقلائيا في ظاهره. في المرة الثالثة بنى الجدار في القضية المعروفة. الإمام المجتبى قال لذلك المعترض: إن مثلي كمثل الخضر، أنتم إذا لم تفهموا ظاهرة معينة يجب أن تسلموا لتلك الظاهرة ولا تعترضوا على تلك الظاهرة. هذه النقطة نقطة الإذعان ونقطة التسليم من أهم دعائم إيمان المؤمن. إذا وجدت هذه الصفة فإيمان المؤمن كامل، وإلا فإيمانه يكون ناقصا. هذه نقطة. النقطة الثانية نتعرض لها بإيجاز، أننا كلما حاولنا أن نكيف أنفسنا مع حياة أئمتنا، الأئمة صلوات الله عليهم مصادر إشعاع، هذه الشمس مصدر إشعاع تكويني، أنت قد تستفيد من هذه الشمس وشخص آخر لا يستفيد. النبات الذي يستفيد من ضوء الشمس ينمو ويزهر، والنبات الذي لا يتعرض لضوء الشمس يذبل ويصفر. الإمام المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، بقية المعصومين جميعا مصادر إشعاع كوني. كلما تخلقنا بأخلاقهم، كلما اقتربنا إليهم، كلما توسلنا بهم، الإمام الحسن صلوات الله عليه كان معروفا بالحلم، أعداؤه كانوا يبكون خلف جنازته. سئل أحدهم: لماذا تبكي خلف هذه الجنازة وقد كنت عدوا له في حياتك؟ قال: كيف لا أبكي بمن كان يوازن حلمه بالجبال؟ الإمام الحسن صلوات الله عليه في حياته العائلية جعد هذه المرأة التي تحمل هذه الطينة المعينة، هل وجدتم في تاريخ أن الإمام صلوات الله عليه قال كلمة حادة لجعدة؟ أنا لم أسمع ولم أجد في أي كتاب أن الإمام صلوات الله عليه قال كلمة واحدة حادة لجعدة قبل قضية تسليمه صلوات الله عليه. إذا حاولنا أن نتقرب إلى صفات الإمام، نتخلق بأخلاق الإمام في حلمه، في علمه، في عبادته، في تقواه، في علاقاته العائلية، نكتسب من هذا الفيض ونستفيد من هذا الفيض ونتقرب أكثر فأكثر إلى الله سبحانه وتعالى. لا تقل: إني رجل عادي، أنا تاجر، أنا كاتب، أنا مو في هذه المجالات. قضية القرب، قضية التقرب لا تعرف هذه الموازين الظاهرية،
وإنما ترتبط بالنية والإخلاص والعمل. كان هنالك خادم يعمل في مكان مجتمع، يجمع مجموعة خادم يعمل في ذلك المكان. ما هي قيمة الخادم؟ هل للخادم قيمة؟ طبعا لا، في أنظارنا عادة. لكن هذا الخادم رجل متقي، مواظب، ملتزم، لا يرتكب محرما، لا يغتاب أحدا، لا ينظر إلى مرأة أجنبية بنظرة ريبة، مواظب على طاعاته، على نوافله، على صلواته، ويخدم أولئك الذين يسكنون في ذلك المجمع. في يوم من الأيام في الليل، أحد هؤلاء يقوم لكي يذهب لقضاء حاجة، يمر على غرفة هذا الخادم، وإذا به يجد ضوء غير طبيعي. الضياء اللي كان في ذلك الوقت ضياء الشمعة، ضياء الفانوس، ضوء غير طبيعي. وهنالك حوار يدور بين هذا الخادم وبين شخص مجهول مو معلوم. يتعجب، ما هي القضية؟ من الذي يزور هذا الخادم في هذا الوقت؟ ينتظر، وإذا بهذا النور غير الطبيعي يصعد إلى أعلى ويغيب. يطرق الباب، الخادم لا يجي. يكرر الطرق، الخادم يأتي ويتظاهر بأنه كان نائما. يقول للخادم: من كان في هذه الغرفة؟ الخادم يحاول التهرب من الإجابة. هذا الرجل يقول له: إني قد رأيت كل شيء، فأخبرني بالحقيقة. الخادم يقول له: الواقع يأخذ عليه عهدا في البداية أن لا ينقل هذه القضية لأحد ما دام في ذلك المكان، فيعطيه عهدا. يقول له: في الواقع الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه هنالك ثلاث دوائر تحيط به: الدائرة الأولى، الدائرة الثانية، والدائرة الثالثة. هؤلاء مع الإمام صلوات الله عليه دائما، وهؤلاء هم صفوة البشر. إذا مات الشخص من الدائرة الأولى، ينقل الشخص من الدائرة الثانية إلى الدائرة الأولى، وإذا مات شخص من الدائرة الثانية ينقل شخص من الدائرة الثالثة إلى الدائرة الأولى. أما إذا مات شخص من الدائرة الأولى الثالثة، الإمام صلوات الله عليه يلقي نظرة على البشر، يختار أفضل هؤلاء عملاً وقرباً إلى الله، وينقل من المجتمع إلى تلك الدائرة. والآن قد توفي شخص من الدائرة الثالثة، وجاء مندوب من قبل الإمام الحجة صلوات الله عليه لكي يستدعيني إلى الالتحاق بتلك الدائرة، وأنا فيما بينكم إلى يوم الجمعة ظهراً، يوم الجمعة أذهب. هذا الرجل يسقط في يده، هذا الخادم الذين كانوا يهينونه،
الذين كانوا يستخدمونه في أعمالهم له هذا المقام وله هذا القرب إلى الله سبحانه وتعالى. المهم في خلال هذه المدة يحاول أن لا يكلفه، لكن الخادم يصر على أن يخدمه في كل شيء. عندما يذهب لقضاء الحاجة يأتي له بالإبريق ويخدمه كما كان من قبل. أولياء الله سبحانه وتعالى لا توجد فيهم حالة تكبر إطلاقا، يخدم من هو أكبر منه ومن هو أصغر منه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. Thank you.